طابت أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الرياضية التي تأتيكم من ليبيا الحدث. البداية بفريق اللاعب الجميل النصر الذي تمكن من تجاوز كابوس الديربي بتغلبه على فريق دارنوس بثلاثة أهداف لصفر عندما التقيا على ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء. تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق مهاجمه شرف الدين عطية بعد نصف ساعة من بداية اللقاء، ثم سجل الهدف الثاني مطلع الدقيقة 59 عن طريق سالم المسلاتي قبل أن ينهي المتألق مفتاح طقطق على أمال منافسه بهدف جاء بعد عدة نقلات جميلة قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. وبهذا الفوز الأول للمدرب الجديد منير شبيل بلغ النصر النقطة 14 متقاسما المركز الثاني مع الهلال، فيما توقف دارنوس عند النقطة 4 في المركز قبل الأخير. وفي كرة القدم أيضا، من المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني الأول تحضيراته لتصفيات كأس العالم بمعسكر خارجي في مصر يوم 18 من شهر أغسطس المقبل. وحسب البرنامج الذي تم إعداده من قبل الطاقم الفني، فإن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات الإفريقية خلال معسكره في مصر، ثم سيتوجه في الثالث من شهر سبتمبر نحو الرأس الأخضر للعب مباراة تصفيات أمم إفريقيا المقامة في الجابون عام 2017 التي فقد آمال الترشح فيها. وكانت قرعة تصفيات كأس العالم المقامة في روسيا سنة 2018 قد أوقعت ليبيا في المجموعة الأولى رفقة تونس، غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الكرة الصفراء، لا يزال النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش يتربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر الاثنين برصيد 16040 نقطة، فيما تراجع الإسباني رافائيل نادال الذي لم يشارك في مونتريال نتيجة الإصابة إلى المركز الخامس ليحل مكانه السويسري ستانيسلاس فافارينكا رابعا بعد أن تأهل إلى نصف نهائي بطولة مونتريال. وقد حل البريطاني أندي موراي في المركز الثاني برصيد 10060 نقطة، وجاء ثالثا روجر فيدرر برصيد 5945 نقطة. وفي أخبار أولمبياد ريو البرازيلية، يعتبر التلوث البيئي من أكبر المشاكل التي تواجه مدينة ريو دي جانيرو المستضيفة للأولمبياد الصيفية، رغم تعهد السلطات البرازيلية بتطهير 80% من خليج غونابارا أحد المواقع التي ستستضيف بعضا من منافسات الأولمبياد. وقال المتخصص في علم الأحياء البرازيلي موسكاتيلي إن الرائحة الكريهة تفوح بمجرد أن يضع مجدافه في قاع واحدة من البحيرات المحيطة بريو نتيجة تلوثها بمياه الصرف الصحي والقمامة. وكان البنك الأمريكي للتنمية في سنة 2011 قد وافق على منح البرازيل قرضاً بقيمة 450 مليون دولار لتطهير الخليج من أجل الدورة الأولمبية. فيما نترككم مع أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة مايكل جوردن الذي لعب 15 موسماً في الـ NBA، وكان معدل تسجيله في الموسم العادي 30.12 نقطة بالمباراة، وهو الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي.